رامي واروح للكابتن ياسر ابراهيم. ياسر سريعا اندمج مع النادي الاهلي، مع لعيب النادي الاهلي. رامي ربيعه بيقول السريع ياسر على طول سريعا اندمج معانا، دخل في جو النادي الاهلي، والامر ده دايما بنشوفه في النادي الاهلي. طبعا الحمد لله، طبعا مبروك الاول على البطوله وعلى الفوز النهارده، فوز مهم قوي للجماهير وللعيبه معنويا. طبعا احنا الحمد لله حصدنا البطوله وربنا كرمنا، برضه عملنا ماتش كويس النهارده وقدرنا ننجح. طبعا الاندماج ده احنا كلنا اصحاب من صغرنا مع بعض، متربيين مع بعض انا ورامي وصالح ورمضان وهاني، كنا مع بعض منتخب الشباب. فطبعا الروح الحمد لله الاندماج ده دخلت معاهم بسرعه، فالحمد لله دي حاجه كويسه وانا مبسوط منها ان هم استقبلوني ودخلوني في وسطهم، ما اعتبرونيش، وفعلا احنا من صغرنا مع بعض كده، فالحمد لله ونقدر يا رب نفرح الجمهور بالبطولات الجايه كام سنه ان شاء الله. اول بطوله دوري ليك مع النادي الاهلي اكيد تمثل لك الكتير والكتير، توعي جماهير النادي الاهلي بايه؟ وتقول لي جماهير النادي الاهلي ان جماهير النادي الاهلي بتضع فيك مسؤوليه كبيره بجوار ربيعه، بجوار محمد نجيب، بجوار ايمن اشرف. طبعا البطوله مهمه قوي وغاليه، وكنا واخدينها تحدي على نفسنا ووعدنا الجمهور بيها بعد ما طلعنا من افريقيا، وعدنا الجمهور ان احنا نقدر ان شاء الله نجيب لهم بطوله الدوري. طبعا الحمد لله ووعدناهم واوفينا، فبقول الحمد لله ويا رب كده احنا تركيزنا كله خلاص، دي صفحه واتقفلت، يعني الدوري ده خلاص قفلناه، لسه كاس مصر وان شاء الله وغير كده وكده، هي رقم واحد دلوقتي في اعتبارنا كلها افريقيا باذن الله. عايز اسالك سؤال كابتن ياسر، ايه الهدف اللي توقيته والهدف اللي حسيت فيه ان فعلا الدوري بينادي الاهلي؟ كذا ماتش، لا هو كذا ماتش بصراحه، احنا كان الاصرار يعني عارف انت زي ماتش سموحه كده، قبليه برضو كان ماتش كذا ماتش كاب، الماتش الاتحاد برضو بالظبط كده، بنرجع يعني خلاص بس عندنا اصرار عارف انت اللي هو هكسب هكسب، لو اخر ثانيه عندك مش انا بس والله اللعيبه كلها والجهاز الفني واحنا قاعدين، لما يبقى داخل لك احساس كده انك هتجيب جول في اخر دقيقه، فالحمد لله قدرنا نعمل كده، وحاسس ان الدوري كان بينادينا بعدها، فالحمد لله وبحمد ربنا طبعا وبشكره ان احنا ربنا قدر يقدرنا نعمل بطوله كويس يعني جمهور النادي الاهلي. بشكرك يا كابتن ياسر وبالتوفيق في المرحله القادمه.